راح أساهم في بناء الملاهي وبناء الديسكوات في جميع المحافظات. كي يتسهل عندنا المرح واللهو وال يعني الراحة النفسية ويخف الضغط من الشعب ونعيش في جنة على الأرض. قررت أنه أرشح نفسي للانتخابات على مود أن أسس دولة جديدة، دولة تتضمن يعني الحياة الواقعية العايشيها. أنا راح أكون مسؤولة إن شاء الله، أكون رئيسة على العراق، وراح أساهم في بناء الملاهي وبناء الديسكوات.